معي من القاهرة استشاري الأمراض الباطنية دكتور محمد عز. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور محمد. إذا السجائر الإلكترونية لا تساعد على ترك التدخين، لنبدأ من جديد ونذكر، يعني نحن تحدثنا عن هذا الموضوع قبل، مقارنة بالسجائر العادية هل تختلف نسبة ضرر هذا؟ طبعا تحت حضرتك والعاملين في الاستوديو والساده المشاهدين. اهلا وسهلا. وطبعا احنا كل فتره في ابحاث جديده، وبالذات الابحاث الجديده اشياء ما كانتش معروفه عن الالكترونيك سيجاريت عموما، وبدات في ابحاث في شيء من التفصيلات بالاضرار اللي بتاثر على الحمض النووي، ودي بتبقى مشكله دي اللي هي نفسه بالنسبه للخلايا. فالمقارنه انها ممكن ان تسبب انواع معينه من السرطان، ناهيك ان في بعض الاحيان هناك انواع كثيره من الفابنج ده، يعني هي مش كلها نوع واحد ومش معروف المكونات بالقدر المحدد تقنين. حتى الاف دي اي العالميه، هيئه الاغذيه والدواء الامريكيه، لم تقنن السجائر الالكترونيه كبديل امن عن التدخين بالتبغ. هنا بس اقل احتماليه الاصابه بامراض بسببها، او انه ليس بالضروره طبيا، يعني ليس غير بالضروره. احنا محتاجين وقت اكبر من الدراسات عشان نقول درجه الامان احسن من مساله التبغ. طيب بما انك ذكرت موضوع النكهه دكتور محمد، في طبيا في فرق من ناحيه الضرر بين التدخين ان كان سجائر الكترونيه او بنكهه او بلا نكهه؟ والله وجد ان النكهه احيانا بتكون ضاره، لان هي المشكله كلها في ناحيه درجه التسخين، في السخونه، التسخين نفسه، يعني تسخين او سخونه. انت عارفه هي السجائر الالكترونيه بتعتمد على في سائل، والسائل ده بيتعرض للتسخين بمواصلات معينه. الحراره الناتجه عن التسخين بالنكهات بتكون حاجه اسمها هيدروكربون. الهيدروكربون ده، وساعات في حاجات تانية اسمها كيتونز، دي ممكن تؤثر وتؤدي على المدى الطويل الى سرطان والعياذ بالله. فهنا الرساله الواضحه يعني بالنسبه خصوصا للشباب، وارجوكم يعني ما نتمتاش في هذه العاده الى ان تزبط درجه الامان. طبعا الابحاث كثيره في تاثيرها على عضله القلب، تاثيرها ممكن مش بس صعب تثبت، اي بس صعب ان تثبت درجه الامان دكتور محمد، صحيح يعني أو مستحيل يمكن بالنسبة لكثيرين، يعني اللهم يمكن نسبة الفرق بين خطورة هذه مقارنة بتلك. والله في تحذيرات إنها بتعدي، يعني أنا لما بستخدم شيء وأنا أقول ده آمن آمن وبستخدم كميات، يعني في تجربة نشرت على الفئران لو تعرضت للدخان ده فترة 5 دقائق، دي الشرايين التاجية بتحدث بنسبة 30% خلال ساعة. فدي مثل من الامثال التجارب على الالكترونيك سيجر. فالرساله ارجوكم 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 المزيد من الانتظار، واللي عايز فعلا يقلع عن التدخين هي مساله اراده ومبدا، صحيح، لان هي فعلا عاده، وحتى انه ممكن تزيد اصلا تدخينك اذا ما لجأت للسجائر الالكترونيه، هيدا اللي حكينا عنه اليوم دراسه الاوروبيه. شكرا من القاهره استشاري الامراض الباطنيه دكتور محمد عز العرب.